سبتمبر الأسود، يوم سقوط الدولة وبقاء الجرعة، يوم لم يكن له شبيه في يوميات التاريخ اليمني، ولم تغدو الأيام التي لحقته أفضل حالا على اليمنيين من ذي قبل. فمن الصعب أن يمحى من الذاكرة الجمعية بسهولة، ومن الصعب أيضا أن يغادر الوعي الجمعي. ففي عشيته توارت آمال اليمنيين، وفي صباحه تبددت أحلامهم في رؤية الدولة التي لطالما قدموا من أجل إظهار ملامحها الكثير من التضحيات. فحينما أسقطت الجماعة الإنقلابية وحليفها كل مؤسسات الدولة وخلقت واقعا مغايرا على الأرض اليمنية، لم يكن لذلك التحرك الإنقلابي انعكاس على تغير المعادلة السياسية فحسب، بل كانت تداعياته قد مهدت الطريق لإنتاج حرب في كل بقاع اليمن راح ضحيتها آلاف المدنيين. منظمات حقوقية رصدت أكثر من 3000 حالة قتل طالت الأبرياء كنتيجة أولية، فيما جرح في المقابل 3 أضعافهم، ولا يمر يوم إلا وهناك رقم جديد لإحصائية أخرى تمحي سابقاتها. ولأن التحالف الإنقلابي لا يكترث بالأزمات التي تعيشها البلاد، فقد تصاعدت أيضا معدلات الكوارث الإنسانية تباعا، ف21 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 7 ملايين يعانون من الانعدام الشديد، إلى جانبهم أكثر من 1.5 مليون طفل مصاب بسوء التغذية. كانت هذه مجرد مقاربة قدمتها إحصائيات دولية منذ بداية الانقلاب. تمر إذن سنوات الثورة المضادة مخلفة أزمات متوالية لا حصر لها، وفي كل يوم من يوميات الانقلاب تتعدد أوجه المأساة التي يدفع ثمنها المدنيون العالقون بين خطوط النار والمجاعة وانعدام مظاهر الحياة.